GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اعمل بقى كاستم لحركه معينه بحيث ان انا اعملها كلها داخل الموشن اديتور. عندي الكوره وخليها في الوضع ده، هتلاقيها في ملفات العمل، وبعدين حطيناها هنا مثلا بعد امبورد. وعايزين نعمل هنا حركه كرييت موشن توين، عمل لي ثانيه، وهاجي على الفرام الاخير واضغط شيفت وانزل تحت عشان ينزل بطريقه مستقيمه بالشكل ده. كده انا عملت حركه بالموشن توين. طيب اخش بقى على موشن ايتور، افرد بقى شويه كده. هتلاقي هنا طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده من هنا اكسباند، وخلينا بقى في الواي، محور واي اللي عليه الحركه. هنا في حاجه اسمها نويز، او الايه هي الافكتات اللي نازله عليه. عرفنا قبل كده ان الافكتات بتنزل من هنا، بضيف افكت وبروح على كاستم. طبعا دي كلها افكتات ممكن تنزلها، وتعالى نشوفها بسرعه جدا. مثلا دي موند ويف، دي بروح على الواي واكتف، انزل لي كل حاجه بقى هنا لسته كده ونختار منها. تعالى انت ممكن بقى تتعلم الحركه ازاي من هنا عشان تقدر تعمل لها كاستم بعد كده. تعالى نعمل انتر. جميل. ممكن كمان هننزل حركه كمان راندوم بالشكل ده، واروح جاي مختار الراندوم، اسيب بقى دي واختار الراندوم، انزل لي بالشكل ده، هو عامله لك باي ديفولت بالشكل ده. شايف حركة تانية سكوير ويف، بروح اختارها على الواي، وهكذا باقي الحركات. تمام. انا عايز بقى امسح الحركات دي كلها واعمل حاجة بتاعتي انا. هاجي على ناقص واروح قايل له امسح دي، اختار له بقى وامسح دي، وحط لي بقى مين الكاستم الاخيرة خالص. بعد ما عملتها عندك بقى كاستم، عندك هنا ده بتحول للون الاخضر، ويبقى حاجة كده فيها حركة او لاين، في حركة من تحت لفوق، بعدين بتحول لك باللون الاخضر على الثانية بتاعتك او الوقت بتاعك. احنا عرفنا ممكن تجيب الوقت بتاعك كله من خلال هنا. طيب انا عايز اعمل كاستم للحركة، بروح جاي ماسك اول واحدة، ببص الاقي فيه دراعات ظهرت لي لما انا مسكت النقطة اللي عند الصفر لأول فرام، بلاقي دراع ظهر لي كده. تمام. بص بعيد كده بلاقي السهم عادي، أول ما يسود بالشكل ده ممكن تمسك تضغط على الكليك بالماوس، ما تسيبش، تبدأ تعمل ايه زي ما انت شايف. تعالى نكبرها شوية كده اهي، شايف لما بتكبر بقى عن 100 فوق، شايف بتروح عامله لك ايه. لو عايز تنزل تبقى تطلع فوق شويه كده، وتروح جاي مثلا عند الفريم 10، وتروح جاي ضغط ضغطه، عامل كي فريم، دايس عليه ضغطه كده، بيظهر لك هاندلر او الدراعات بتاعت الزاويه دي، اسمها بزير كورنر. اي نقطه ليها دراعات كده يبقى اسمها بزير كورنر او زاوية بتديك دراعات كده يعني. وتروح جاي مثلا عامل كده، هنعمل مثلا الباونسنج بول. تمام. الباونسنج بول هو الكرة اللي كانت بتنط في الارض وبتنط شوية. فانا لما شفت الكيرف اللي فات ممكن اعملها انا بنفسي بالشكل ده، يبقى هو كيرف كده. تمام. وروح جاي مثلا على العشرين، نديها واحدة كمان، هنزلها مثلا كده شوية. تعال
تعالى بقى هنا بعد ما عملنا الحاجة الويف البسيطة دي، نطلع فوق خالص ونيجي على الواي اللي عليه الحركة ونقول له اختار لي الكاستم اللي انا عاملها. تعال نشوف هيعمل ايه. من فوق لتحت، من فوق لتحت. طيب، لان انا واخد ايه المساحة كلها، ولو انت ملاحظ واخدالك المساحة كلها بتروح وتيجي عليها. وانا لو مثلا جيت هنا وخليت ده مثلا قريب، مسكت الشيفت كده عشان امشيلي، ومسكت دي ورحت جاي اعملها هنا مثلا، ورحت جاي رايح على الـ15، رحت جاي عامل كي فريم تاني ومنزله كده، ورحت جاي بقى ماسك الهاندلر دول بالطريقة دي. ممكن لو ضغطت على Alt أو Control وأنت ماسك دراع على Alt، أهو بمسك لك دراع واحد ناحية واحدة بس، تبدأ أنت تتحكم زي ما أنت عايز. ممكن نقول كليك يمين دي كورنر بوينت تغير النوع بتاعها، أو كليك يمين تقول له مثلا سموز بوينت وراح محولها لك الاتنين بالشكل ده. تروح جاي دي مثلا عاملها كده، الهاندلر ده عامله كده مثلا بلاي، جميل. يبقى انت عامل حاجة زي كده. طب شيء جميل قوي. طيب يبقى انت عرفت دلوقتي تكستم الحركة بتاعتك ازاي من خلال الكيرف، او من خلال الجراف ده، او من خلال الموشن اديتور. بالطريقة دي تبدأ بقى تقعد تعدل زي ما انت عايز. تعال بقى نشوف انت عرفت كده التكتيك ازاي. تعال نشوف يا عم، تعال نشوف معايا ازاي تعمل الافكت الباونسنج بول. باجي على كاستم واجي اقول له اوكي ونقول له باونس ان. تعال نشوف الباونس ان عامل ازاي. الباونس ان جاي من تحت كده وبعدين رايح فوق شوية وبعدين تحت، يعني جاي من تحت لفوق بس عكس ما احنا كنا عاملين. تعال نتعلم من دي كده ونعملها مع بعض بالراحة. ماشي، شيل دي كاستم واعمل لي واحدة كاستم تانية. وتعالى مثلا على 10 واعمل لي كي فريم، امسكه تعالى هنا مثلا كده الفيزير بالشكل ده، تعالى على 20 واحدة كمان، تجي امسك الدراع بالطريقة دي، تمسك الدراع التاني بالشكل ده، تعالى على رقم مثلا 25، خلينا ده نجيبه على هنا ودي نظبط برضو الناحية التانية، واحنا برضو نظبط دي ونيجي على مثلا هنا ونقول له اعمل لي كيفريم، امسك الزاوية وابدأ اطلعها فوق شوية، امسك الالت بالطريقة دي، وبعدين ما عادش في حركة خالص. نعمل له حركة بسيطة خالص كمان مفيش مانع، واحدة امسك الهاندلر بالالت
قلل شوية لغاية لما تبقى الحركة مفيش حركة خالص، اعمل بقى موديفاي لآخر حاجة خالص عشان يبقى خط مستقيم مفيهوش أي حركة نهائي. هنعمل بلاي، هنروح هناك على الواي ونقول له اختار لي الكاستم بتاعتي. بلاي، طبعا هي سريعة جدا لان ما عندناش وقت، هو كل ده بيعمله في ثانية واحدة. تعالى مثلا احنا مختارين هنا كده، تضغط على F5 عمل لك 60، هنعمل مثلا تاني لغاية 90. هنفرد بقى شوية التايم لاين او الحركة بتاعتنا على التايم بتاعي. افتح الكاستم شوف عملت ازاي. على بقى كده مثلا ونروح قايل له احنا هتلمس الارض خلال مثلا ثانية، وليكن ثانية. احنا مسكنا الفريم الاخير، لا احنا عايزين نيجي هنا مثلا ثانية كتير، خلينا مثلا في 25، وبعدين ابعد دي بقى شوية كده، خلينا مثلا هنا كويس. بعدين هتمسك دي هتقللها شوية، وبعدين دي هتقل خالص. بالشكل ده تعال نعمل بلاي، لو انت شايف هنا مكان الطن بالأرض طلعت وبعدين نزلت بسرعة قوي، فانت ممكن يبقى دي ما تبقاش تحت قوي كده، ممكن تعملها بالشكل ده. ليه؟ كده بقت طبيعية. وبعدين ممكن هنا مثلا تديله واحدة كمان بسيطة جدا، حاجة كده يعني يا دوب بس كده تعمل ربضة خفيفة على الأرض. بلاي، يبقى انت واحساسك في الانيميشن زي ما انت عايز بقى، بتقدر تتحكم من هنا. يبقى انت عرفت الكاستم وعرفت ازاي تعمل باونسنج بول، ممكن تعمل على اساس كده اي بقى سبيشال افكتس للاوبجكت بتاعك زي ما انت عايز. يا ريت يا ريت يبقى انت التلميذ اللي فاق استاذه في التطبيق على الحاجات دي. اطلق نفسك الخيال والابداع واعمل حاجات كتير، واعرض عليا وانتظر النقد الايجابي مني عشان نقدر نطور المستوى دايما ونصل بيه لافضل ما يمكن.